الإسرائيلي الميت أفضل من الإسرائيلي الأسير. هذا هو لب بروتوكول هانيبال الذي يعود لإثارة الجدل مجدداً في إسرائيل بعد تكشف معلومات غير مسبوقة عن عملية 7 أكتوبر. زعيمة حزب العمل الإسرائيلي السابقة شيلي يحيموفيتش طالبت بفتح تحقيقاً حول تطبيق الجيش الإسرائيلي للبروتوكول الذي يصفه معارضوه هناك بالوحشية خلال اقتحام عناصر من حماس لمستوطنات غلاف غزة. تحقيق استقصائي مطول أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وثق مقتل 12 رهينة في قصف دبابة إسرائيلية لمنزل في مستوطنة بئير الحدودية مع غزة يوم 7 أكتوبر، وذلك بعد تولي الجنرال باراك حرام مسؤولية جهود استعادة السيطرة على المستوطنة والمنطقة المحيطة بها بعد أن اقتحمها مسلحو حماس. وفي مشهد نادر رصدته كاميرات أمنية إسرائيلية، ظهرت دبابة في المستوطنة أمام أحد المنازل التي كان يوجد بها عدد من مسلحي حماس ومعهم 14 رهينة إسرائيلية. وتنقل نيويورك تايمز قول الجنرال حرام وقتها لقائد الدبابة: لقد انتهت المفاوضات، اقتحام حتى لو كان ذلك على حساب سقوط ضحايا من المدنيين. ثم أطلقت الدبابة قذيفتين باتجاه المنزل لتقتل 12 من الرهائن. ناشطون إسرائيليون تحدثوا لوسائل إعلام عبرية عن وجود حملة تضييق عنيفة لمنع أي تحقيق عن واقعة مستوطنة بئيري وبطلها الجنرال حرام، في الوقت الذي لم تعترف إسرائيل رسميا بتطبيق بروتوكول هانيبال في البلديات الإسرائيلية بغلاف غزة. البروتوكول الذي يعد أحد إجراءات الجيش الإسرائيلي لمنع أسر جنوده حتى لو كان ذلك بقتلهم، تشير المعلومات إلى أنه صيغ في 1986 وظل سرياً حتى تم اعتماده في العام 2006، ثم أعلن عن إلغائه في العام 2016 وسط حملة انتقادات ضارية. ورغم اختلاف الروايات حول أسباب التسمية، فإن أكثرها شهرة هو نسبة إلى قائد قرطاج التاريخي هانيبال برقة الذي اختار تسميم نفسه بدلاً من الوقوع أسيراً في أيدي الرومان. الجيش الإسرائيلي لجأ إلى تطبيق البروتوكول عدة مرات، ومن أبرزها في العام 2000 عندما أسر حزب الله 3 جنود إسرائيليين في منطقة مزارع شبعة. كما لم ينجح اللجوء للبروتوكول عندما وقع الجندي جيلعاد شاليط في الأسر عام 2006، حيث نقل إلى غزة حتى تمت مبادلته في صفقة كبيرة. فهل عاد الجيش الإسرائيلي إلى تطبيق بروتوكول هانيبال متحدياً عائلات الرهائن ومعارضة قطاع كبير من جنوده؟